احتفلت ولاية تيارت ليلة أمس باليوم العالمي للموسيقى في احتفالية بهجة لمت العائلات وعشاق الموسيقى في الولاية. حفلة ذات طابع تطوعي نظمتها جمعية موسيقانا ومن تنشيط فنانين محليين. واليوم راهي زاهية الحية عندنا هنا يا وراهي الجمهور المتفاعل معنا إن شاء الله، وإن شاء الله نقدموا ما أحسن وتعودوا هذا النشاطات عندنا بزاف هنا باسكو راه مقلل بزاف. أهم ما ميز الحفل هو اختلاف الطبوع الموسيقية وكذا الحضور الشرفي للفنانين نبيل عسلي ونسيم حدوش اللذان كان لهما بصمة خاصة في الأمسية. اليوم رانا في ولايه تيارت مع خويا وحبيبي نبيل عسلي. فريمون ولايه تيارت مضيافه وناس كرامه. سي لا بروميير فوا نجي لهنايا، مي فريمون والله شوي ايمو. الببليك كيفاش جاوب معنا وتفاعل معنا الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ميم لا بروشين فوا يزيدوا يعيطوا لي زيد نجي لهنا لولايه تيارت. احتفاليه مثل هاته صنعت الفرجة للعائلات وأعطت الفرق المحلية الناشئة فرصة للقاء الجمهور المحلي.